قلنا في الفصل الأول تفكيك على الطابعين، على الطابعين لأنه له تفكيك، قلنا التفكيك عندنا طريقتين، إما تفكيك إلى مجموع وإما تفكيك إلى مجموع جدد. نديرو مراجعة سريعة بالخط، مثلا 5342، صح؟ ونقوم بتفكيك هذا العدد إلى مجموع. الطريقة الأولى نفكوه إلى مجموع، قلنا عند تفكيك عدد أستعين بقيمة الرقم، قلنا الخمسة هنا هي رقم الآلاف، لكن قيمة الخمسة هنا حقيقتها هي 5000، إذا نكتب 5000 زائد الثلاثة هي في مرتبة المئات، هي رقم المئات، لكن حقيقة الثلاثة ولا قيمته هي 300. تبع باش تفهم، 300 على 300 لأنه راهي في المئات، زائد الأربعة راهي في العشرات، إذا قيمة الأربعة 40، لماذا؟ لأنه راهي في العشرة، زائد الاثنان قلنا رقم الآحاد لا تنقص قيمته ولا تزيد، يبقى كما هو، اثنان تبقى كما هي، قلنا لما نجمع 5342 نتحصل على هذا العدد، إذا رانا فككناه إلى مجموع أعداد، طيب نفس العدد نفكوه إلى مجموع جداد باستعمال الأقواس، نفس الشيء، الخمسة هي رقم الآلاف، حقيقة الخمسة 5000، إذا 5 في 1000، علاه في 1000 ومشي في 10 ومشي في 100؟ لأنه راهي في الآلاف، 5 راهي في الآلاف، إذا 5 في 1000، نغلق القوس وندير زائد، نفتح قوس آخر، نروح للمنزلة الموالية، 3 راهي في المئات، إذا 3 في 100، نغلق القوس وندير زائد، نفتح قوس آخر، نروح للمنزلة الموالية اللي هي العشرات، 4 في 10، إذا 4 في 10، نغلق القوس وندير زائد، 2 في الآحاد، إذا 2 في 1، الآحاد معناه 1، معناه 2 في 1، نغلق القوس وخلاصوا لي المرات. 5000 5 في 1000 هي 5000، 300 3 في 100، 4 4 في 10، واثنان في واحد هي نفسها 2. الطريقة الأولى تفكيك إلى مجموع عدد زائد عدد زائد هذا زائد هذا، هذا مجموع. الطريقة الثانية مجموع جداد وراء الجمعة خارج الأقواس، وجداد داخل بين قوسين، إذا هذه مجموع جداد وهذه مجموع. طيب هذه كامل شفناها في الفصل الأول، درنا عليها أمثلة ودرنا عليها تمارين. طيب اليوم راح نشوفوا كيفاش نفكر عدد عشري. عدد عشري، طيب عدد عشري لما نشاء مثلا 153.24، لما ننسى العدد العشري يتكون من جزئين، يتكون من الجزء الصحيح ويتكون من الجزء العشري، هذا جزء عشري وهذا جزء صحيح. طيب الجزء الصحيح هذا نفكوه بالطريقه اللي شفناها سابقا، رقم الاحد هو 3 هي احد، 5 عشرات 1 100، نفس الطريقه اللي شفناها سابقا، 1 100، إذا قيمة الواحد هنا 100، 5 في 10، إذا قيمة الخمسة 50، 3 في 1، إذا قيمة الثلاثة 3، إذا فكرت إلى طريقة إلى مجموع ندير 100 زائد 50 زائد 3، إذا مجموع جداد 1 في 100، 5 في 10 و3 في 1. طيب الآن الجزء العشري، الجزء العشري كيفاش نفهم؟ طيب إحنا قلنا مراتب ولا منازل الجزء العشري، قلنا أول مرتبة بعد الفاصلة هي الأعشار، معناه جزء من 10، ما معنى جزء من 10؟ معناه 1 على 10،
ما معنى 1 على 10؟ معناه 0.1. هذه المرتبة الأولى. الرقم الثاني بعد الفاصلة قلنا جزء من 100. جزء من 100 معناه 1 على 100، معناه 0.001. وثالث رقم بعد الفاصلة نزيد رقم ثلاثة، قلنا جزء من 1000 معناه 1 على 1000، ومعناه 0.001. يعني غلطة ثانية هنا وما انتبهتم لها. يعني زائد صفر. الثانية جزء من 100، 0.01، يعني زائد صفر. الأعشار 0.1، الجزء من 100 0.01، وآلاف 0.001. طيب معناه هنا الاثنان، راي اول رقم بعد الفاصله، معناه قيمه الاثنان هنايا، قيمه الاثنان شحال؟ 0.2، لانه راي اول رقم بعد الفاصله. قيمه الاربعه هنا شحال؟ 0.04، لانه راي ثاني رقم بعد الفاصله. وقيمه الخمسه هنايا هي 0.005، اللي هي 5 على 1000. هذه الاثنان هي 2 على 10 وتخرج لي 0.2. هذه الأربعة هي 4 على 100 وتخرج لي 0.04. وهذه الخمسة هي 5 على 1000 وتخرج لي 0.005. طيب جدول المراتب كذلك يعاوننا جدول المراتب. لاحظ لما نرسم جدول المراتب عندنا الجزء الأول والجزء العشري. الجزء العشري هنايا هذه الفاصلة، وهذا الجزء الصحيح. طيب أول رقم بعد الفاصلة قلنا اللي هو الأعشار، الأعشار اللي هو 1 على 10 تمثيل تاعه، وبطريقة أخرى هو 0.1. طيب نروحوا لثاني رقم بعد الفاصلة اللي هو الجزء من 100. جزء من 100 اللي هو 1 على 100. أنا أقول جزء من 100، هذا جزء من 10 يسموه 10، ونديروا كلمة اسم واحد جزء من 10. ثم الشرع اللي قبل نقول لها 10 صار نقول جزء من 10. جزء من 10 واحد من 10 هي جزء من 10، 1 على 10 هي 0.1. جزء من 100 1 على 100 اللي هي 0.01. ثالث رقم بعد الفاصلة جزء من 1000 معناه 1 على 1000، هذه هي جزء من 1000 معناه 1 من 1000. 1 من 1 شيء هي 0.001. هنا يجي لي فاصلة، هنا تجي فاصلة، إيه؟ صح. الآن نروح للجزء الصحيح. الجزء الصحيح نعرفوه بينين. أول رقم اللي يجي من هنا اللي هو أحد، الأحد أو الواحد كما نحبوا نسموه العشرة. المئة، الآلاف،
المراتب للعدد العشري. هذه اللي ننزلها واحدة عشرة صح. لما يكون عندي عدد العشري مثلا ضعف 3,104 الفاصلة هذه من تجي؟ تجي هنا هذا الخانة قلنا هذه هي الفاصلة هنا. طيب الآحاد رقم الآحاد هنا تاع الجزء الصحيح هو 2 العشرات 1 المئات 4 الآلاف 3 ولو كان كاين عشرات الآلاف ولا خلينا نكملوا. طيب نروحوا للجزء العشري أول رقم بعد الفاصلة هو جزء من 10 اللي هو هنا 1 جزء من 10 ثاني رقم بعد الفاصلة 3 اللي هو جزء من 100 ثالث رقم بعد الفاصلة 4 اللي هو جزء من 100 خلاص صح. الآن نديروا قيمة الأرقام لأن القيمة هي اللي فكك بها. تساوي 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
طيب التفكيك لما نجمع ثلاثة وأربعة ومئة وعشرة واثنان وصفر فاصل خمسة وصفر فاصل ستة ثلاثة وصفر فاصل صفر صفر أربعة تحصل على هذا العدد. نجمعوهم ونشوفوا راح بالترتيب. ثلاثة ألف نزيدوا لها أربعة ومئة رتب المراتب فقط لأنه إذا غلط في المراتب فقط. عشرة اثنان زائد صفر فاصل خمسة لاحظ صفر الصفر هذا آحاد منين تجي العشرة إذا الصفر هنا فاصل خمسة زائد صفر فاصل صفر ثلاثة زائد صفر فاصل صفر صفر أربعة هذا نجمعهم كي نجمعهم شنصي نصير لعبة نكتب نفسها سبب طيب لا قلت أربعة أربعة ثلاثة على واحدها خمسة أربعة في الآحاد اثنان أربعة واحد أربعة ثلاثة والفاصلة لها بطاقي ما راح يخرج بنفسها علاه لأنه دمانه تفكيك فهمنا؟ صح إذا معناه لما نقول تفكيك لهذا العدد نعرضوه ونقيم لاحظ تفكيك العدد اللي هو لاحظ ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنى عشر فاصل خمسمائة وأربعة ندلو تفكيك هذا العدد لاحظ الجزء الصحيح سهل ثلاثة على الآلاف إذا ثلاثة آلاف زائد الأربعة على في المئات أربعة ومئة الواحد على في العشرة عشرة والاثنان على في الواحد اثنان زائد روح للجزء العشري خمسة خمسة على في الجزء من عشرة قيمتها شحال؟ زائد ثلاثة على جزء من مئة إذا قيمة الثلاثة صفر فاصل صفر ثلاثة آخر رقم اللي هو جزء من ألف القيمة أربعة قيمة الأربعة هنا شحال صفر فاصل صفر صفر أربعة هني فكرتوا بالطريقة الأولى طبعا هي طريقة المجموع فكرتوا بطريقة المجموع فهمنا؟ طيب نفكوا بالطريقة الثانية اللي هي مجموع جدول شفناها سابقا ثلاثة ألف وأربعمائة واثنى عشر فاصل خمسمائة أربعة وثلاثة أربعة وثلاثة تساوي دائما في الجودة قوسين ثلاثة ألف الآلاف إذا ثلاثة زائد قلنا مجموع جودة دائما جمع خارج الأقواس وداخل الأقواس قوسين الآخرين أربعة ريف المئة إذا أربعة زائد واحد ضرب العشرة إذا واحد زائد اثنان ريف الآخر إذا اثنان زائد نروح للجزء العشري جزء العشري نفتحها خلاص رقم الجزء من العشرة اشعار خمسة إذا خمسة خمسة في ماذا؟ خمسة في صفر فاصل واحد لأنه صفر فاصل واحد لاحظ أنا شفنا البارح طبعا العشري كانت الطبيعة نعم صفر فاصل واحد في خمسة خمسة في واحد خمسة في صفر عندي رقم واحد مدى فاصلة عندي رقم واحد مدى فاصلة إيه صفر فاصل فاصل وإحنا كنا من قيمة الخمسة هنا صفر فاصل خمسة هنا هذه في الكفة شو تساوي؟ تساوي خمسة في صفر فاصل واحد زائد روح الثانية رقم
اللي هو جزء من 100 جزء من 100 اشعار لا اذا ثلاثة ف ثلاثة في صفر وواحد أكل منها صفر فاصلة صفر واحد في ثلاثة ثلاثة في واحد ثلاثة في صفر ثلاثة في صفر عندي رقمين بعد الفاصلة واحد اثنين صفر فاصلة صفر صفر ما بيني وبينها فهمنا زائد جزء من آلاف إشعار أربعة إذا أربعة في صفر فاصلة صفر صفر واحد صفر فاصل صفر صفر واحد في أربعة ربعة في واحد ربعة ربعة في صفر صفر ربعة في صفر صفر ربعة في صفر صفر واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة ونحط فاصل تخرج صفر فاصل صفر صفر أربعة فهمنا؟ إذا تفكيك إلى مجموع وتفكيك إلى مجموع جودة أول رقم بعد الفاصلة جزء من عشرة معناها ضرب في صفر فاصل واحد ثاني رقم بعد الفاصلة جزء من 100 معناها نضرب في 0.01 وثالث رقم بعد الفاصلة هو جزء من 1000 معناها نضرب في 0.001 خلاص؟ نعم طيب ارسموا الجدول هذا وكتبوا المثال هذا طيب نكتبوا على العدد هذا التفكير يلا